بعد الإعمار اللي صار بشارع المتنبي، هذا الشارع اللي به نخبة من الأدباء والمثقفين والكتاب، كثير من العوائل العراقية قاموا يجولون بشارع المتنبي حتى بالليل، وسواح أجانب قاموا يجون لشارع المتنبي، وكثير من المحافظات العراقية. راح تكون جولتنا اليوم ببرنامجنا برنامج استراحة الظهيرة بشارع المتنبي على البائعين الكتب اللي موجودين والرواد وكثير من الشباب والعوائل والبنات اللي يجولون، لكن مع الأسف أكل البعض يجون فقط يأخذون صور ويطلعون، لكن هذا الشارع له تاريخ. تعال ثقف نفسك بشارع المتنبي. مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، ومرهف سفت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم، فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. شارع المتنبي هذا اليوم بعد الإعمار اللي صار، كل العوائل العراقية قامت تجي حتى بالليل، وسواح جانب وجميع المحافظات العراقية، لكن أكل بعض مع الأسف الشديد يجي أخذ صور وطلع وراح، لكن هو هذا الشارع المفروض يجي يثقف بنفسه. بالفعل يجب شارع المتنبي يكون بحضور ثقافي أكثر، أما بعض الناس قاعد تجي قاعد تشوف، يعني شلون نقول قاعد يتفسحون، اي يجي يتفسح ويروح، ما قاعد يستفاد من هالشارع هذا الشيء، او ما اجى لزم له كتاب او هيجي قصه هيجي قلبه ويطلع. فاحنا نرجو من الاخرين ان يثقفون على هذا الموضوع ان شاء الله. اخويا اول شيء السلام عليكم، شلون صحه انتم؟ وين تشتغلون؟ مدينه الطب. خلينا نبدا وياك. تمام، مدينه الطب. زين، ايش عندك جيت بشارع المتنبي؟ يعني أنا مود الكتب بنحبه. تقرين كتبتي؟ أي. شنو الكتب اللي تقريها؟ أكثر شيء علي الوردي مال شخصية الفرد العراقي. هواي. يعني تحبين تقرين كتب أنت؟ يعني أنت لو ما جاي بشارع المتنبي بس مجرد تتجولين تشربين عصير؟ لا كتاب. كتاب. وأنت؟ أنا يمي كتب. شنو الكتاب المفضل ليش جيت اشتريتيه بشارع المتنبي؟ عندي يعني هواي كتب، بس مو فد هيشي، بس هيك الطلاعات عندنا روايات. اليوم لو لاحظ بعد الاعمار اللي صار بشارع المتنبي، قاموا يجون بي سواح، يجون بي من المحافظات العراقيه، وكل بعض مع الاسف الشديد دي يخرب هذا الشارع. اي مع الاسف، بس لا هو الاعمار كلش حلو، خصوصا يعني الاجواء كلش حلوه، وخاب الاجواء بالليل انه اكثر احلى. جايين بالليل؟ اي الأجواء الصبح ولا بالليل؟ بصراحة بالليل. أنتم جوون سوى بالليل. شكرا لكم والله، يحفظكم وحياكم الله. حياكم الله. مشاهدين الكرام، أكيد بعدنا مستمرين وياكم بجولتنا، لكن راح أفتر من الرواد بشارع المتنبي. السلام عليكم. عليكم. شلونك أستاذ؟ شو أخبارك؟ شلون أمورك؟ خلي جيمك من هنا، شلون الصحة؟ يا هلا بيك. اليوم شارع المتنبي صار الإعمار البي والأحداث اللي بي، قام يجون بالسواح ومن المحافظات العراقية، لكن الناس يقول لك أجمل شيء هو بالليل. تمام. يقول كل الشارع بالليل صار أجمل. تمام. تتوقع اليوم أكو ناس تريد تخرب الثقافة بشارع المتنبي؟ والله هي مو تخرب، ولكن الشعب العراقي شعب متنوع وذواق، لذلك تجد في الشارع كل شيء موجود، ولكن نتمنى أن يبقى يحافظ على هويته. اليوم تشوف المأكولات منتشرة بشكل كبير جدا، الزينة، الورود، الحقائب، أشياء كثيرة دخلت، الكرزات، في الوقت اللي نتمنى إن شاء الله أن يحصروها في أماكن معينة، ويبقى الشارع كما هو معروف عنه وهويته الحضارية والتاريخية، واللي من أجلها أصلا انبثق هذا الشارع، وخصوصا بعد حملة الإعمار اللي صارت وأصبح ملتقى للعائلة العراقية. لكن مع ذلك أنا أفضل أن يبقى على حاله، لأن العائلة العراقية الآن محتاجة إلى شيء من الترفيه، شيء من أن تنفس عن نفسها. يعني ما ننسى حديقة الأمة الآن تغيرت بشكل جميل جدا. أكيد. أيضا أبو نواس الآن بدأت تغييرات جميلة جدا، ونتمنى إن شاء الله نشد على يد الحكومات المحلية، على الحكومة المركزية،
نتمنى ان شاء الله تتوسع اكثر بعد وبعد، لان نحتاج، احنا نحتاج ونستحق هذا الشيء ان شاء الله. شكرا، ممنون، ممنون لكم، حياك الله. بعد ما استمرنا وياكم مشاهدينا الكرام، انت شلونك حجينا؟ بخير، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. سولف لنا شويه عن شارع المتنبي. شارع المتنبي بقى محافظ على الجماليه مالته بعد الاعمار؟ لا والله. ليش؟ الاعمار هذا ضد شارع الجماليه مالته. ليش؟ الان حولوه شارع الاستقلال. الان الكتب راح تنتهي. طب ان كتاب ممنوع مخازن، ادي من تقول لي ممنوع مخازن واحنا هاي كتب كلها كراتين، وين اخليها؟ الجماعه صح دسون مثقفين، بس ثقافتهم نحو الأسوأ، ثقافه فساد وليس ثقافه علميه ابدا. هذا شارع متنبي لجماليه معروف، زين اجي هنا سوي له كوفيات وكوفيات ومراقص للكل. اثنين شوارع كلها حيغلقوها، منين اطبب بضاعه ثانيه؟ كتاب منين اجيب اخلي على راسي؟ الله كريم. همج همج همج. نعم طب كتاب ايش بيك؟ ناس كل ما يدور مصلحته. الله كريم، الله كريم. شكرا لك حجي. مشاهدينا الكرام، اكيد انتهت جولتنا اليوم وياكم بشارع المتنبي. مثل ما تعرفون هذا الشارع بعد الاعمار اللي صار به صار الى جماليه، لكن كل واحد صار الى راي مختلف. اكو البعض قال انه الشارع خرب، واكو الناس تقول لك لا، الشارع بالعكس صار اجمل بعد الاعمار، بالليل الاجواء كلش حلوه. شكرا لمن تابعنا عبر قناه سامراء الفضائيه برنامجنا، برنامج استراحه الظهيره. هاي عوده الى الزميله شهد علي، واكيد شكرا لك علي الحسن، وياكم بتقديم خطاب القصبه. اقول لكم الى اللقاء.